الخبر الأول من عند جوزيه جوميز، يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة فريق الجونة. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربع على ملعب النادي استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مباراة اليوم، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية اللي هيتم تنفيذها في مران اليوم، وطالب ايضا لاعبيه بالتركيز في التدريبات استعدادا للمواجهه المقبله في الدوري، وزي ما قلنا مباراه الزمالك وجونه في 9 مساء يوم الجمعه المقبل باستاد القاهره الدولي في اطار مباريات الجوله الثانيه او ال 32 لمسابقه الدوري الممتاز. بقياده ميخال خاض لاعبو فريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريبات تاهيليه وبدنيه خلال مران اليوم الذي اقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الجونة المقبلة. وتولى جواو ميخال قيادة هذه الفقرة خلال المران، واللي تضمنت تدريبات بدنية بالجري حول الملعب بجانب فقرات بدنية خفيفة بالكرة. أيضا فقرة فنية خاصة في مران الزمالك، خصص الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي. قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض فقرة فنية واللعب على مرمى صغير بدون حارس لزيادة دقة إنهاء الهجمة لدى اللاعبين. وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قيادة هذه الفقرة رفقة جهازه المعاون، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء. وأيضا يمكن عندنا خبر لكابتن عبد الله السعيد اللي حصل على راحة من تدريبات اليوم اللي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الجونة، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم بعدما حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز. ويمكن هو الراجل بيعمل روتيشن مش بس في الملعب، لا ده كمان بيعمل روتيشن في الراحة، بيريح اللعيبة، نسميها فترة إعداد، بس يمكن إعداد خفيف، فترة إعداد خفيفة شوية، خلاص أسبوعين والدوري ينتهي وندخل فعلا في فترة الراحة والإعداد للموسم المقبل. آخر خبر معايا وهو راحة الأساسيين في مران الزمالك. منح الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة مقاولين العرب الأخيرة في الدوري. راحة من التقسيمة الفنية اللي أقيمت في مران اليوم، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز منح الأساسيين راحة من التقسيمة بعد المشاركة في التدريبات التأهيلية والفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد. خاض اللاعبون البدرة والمستبعدون من مباراة المقاولين تقسيمة قوية في منتصف الملعب تحت إشراف الجهاز الفني والجهاز الإداري.